بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الكريم شانتيه، اللي هو شايفين كده شكله، اللي هو الكريم الشانتيه اللي هنعمله أبيض وهنعمله شوكولاتة برضه. شايفين متماسك ازاي؟ شايفين جميل جدا. يلا بينا حبايبي نشوف الطريقة مع بعض. كده حبايبي هبدأ بقى ان انا اجهز الكريمة. مقادير الكريمة حبايبي هنا معايا ربع كيلو كريم شانتيه خام غير محلى، وضفت عليه حوالي 60 جرام كده سكر بودرة. وهنا هوت حبايبي معايا كوباية مية، مية كده بتلج كده 250 جرام، نفس كمية الكريم شانتيه لازم يكون زيها مية، مية مية بتلج كده زي ما احنا شايفين. كده بقى هبدأ بقى ايه، انا كده ضفت قلبت هنا السكر مع الكريم شانتيه، وهنا هبدأ اللي انا انزل كده عليه، ما اضيف كده نص كمية المية معايا، وبعد كده هبدأ بقى ايه ازود المية واحدة واحدة عشان انا عايزة الكريمة ما تبقاش يعني خفيفة معايا. كده هبدأ بقى اللي انا اضربها. كده حبايبي كده الكريمه كده خلاص كده معايا، لازم يعني مت لازم كميه الميه زي ما قلت لكم لازم تبقى قد الكريم شانتيه يعني، فهي كده خلاص كده حلوه كده عشان حتى لما اجي ازين بيها يعني تبقى ماسكه نفسها ما تبقاش خفيفه. شايفين؟ كده كويسه كده. كده بقى انا هوقف بقى دلوقتي يعني كده خلاص. كده حبايبي انا كده خدت نص الكريمه كده خليته على جنب كده اهوت، وكده النص التاني معايا حطيت عليه معلقه كبيره مليانه كاكاو، ومعلقه ونص كده اهوت. كده بقى هبدأ اللي انا اضربهم كده مع بعض عشان عايزه نص الكريمه عايزاها تبقى يعني بالشوكولاته كده. كده حبايبي هزود لها بس سنة صغيرة مية. كده حبايبي كده خلاص كده الكريمة كده خلصت كده معايا اللي هي بالشوكولاتة، وكده بقى معايا اللي هو النص التاني اللي هو الأبيض ده. كده بقى هبدأ اللي أنا أدخله من التلاجة، وبعد كده بقى إيه أشتغل في الكيكة الإسفنجية. كده حبايبي ده كده كانت وصفتي كده النهاردة ازاي تعملي الكريم شانتيه يعني بطريقة مظبوطة كده اهوت، وفي نفس الوقت يكون متماسك معاكي، وشفنا الطريقة سهلة جدا وبسيطة. وده كده حبايبي ده كده القوام بتاعه، شايفين؟ شايفين متماسك ازاي؟ كده بقى لما تزيني بيه حتى الرسمة بتاعته بتن زهرة كده على التورتة لما تزينيها. اتمنى حبايبي لو الفيديو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناة،
ولايك وشير، بحبكم جدا في الله حبايبي، ويهمني اعرف رايكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات، رايكم يهمني جدا جدا، بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الورائي ومنى وفتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.